يعلق ساكنة ولاية مستغانم آمالا على الانتخابات المحلية المقبلة، مطالبين بحسن اختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمحلية لدعم عجلة التنمية بالولاية. الواحد يوجه صوتي على اللي راه باغي. شنو تمنى للبلاد؟ نتمنى حاجة باينة، نتمنى واحد يكون صالح إن شاء الله يخدم، يكون كل المسؤول يخدم البلدية تاعه. على بالكم الانتخابات هذا راه لازم أون طوكو سيتويان أزيريان الانتخابات بالسيف. انا المهم نروح ننتخب، يعجبني ولا ما يعجبنيش، ماليش نحوس على الشخص انا ولا حاجه، نحوس على لافونير تاع لاجيري سي كوا. احنا نطلبوا حاجه يعني كهادو اللي ان شاء الله ننتخبوا عليهم ربي ان شاء الله ويترشحوا، نطلبوا لهم حاجه واحده، نطلبوا لهم حاجه واحده يعني الفساد، يبعدوا على الفساد، يجنبوا الفساد، الرشوه والبيروقراطيه. وتتواصل المراجعه الاستثنائيه للقوائم الانتخابيه بمختلف المكاتب. انتخبوا خاطر هذه بلادهم. ها وكوما تتخذش انت غادي ما تجيبش مير يسيرها، والحاجه الزوجه حنا نطلبوا من المير الي كومان تكنيسيان. تم تسجيل 422 مسجل جديد، اما بالنسبه للتشطيبات 394 مشطب. ملاحظه نلاحظ ان هناك اقبال كبير للمواطنين في خلال هذه 4 ايام. تم ايداع على مستوى بلديتنا 90 ملفا خاصه بالتسجيل، 80 ملف تم حجزهم، من بينهم 3 بلوغ سن انتخابي، 64 بسبب المغفلين تسجيل جديد، و13 بتغيير اقامه. الانتخابات المقبله هي فرصه لبناء مؤسسات منتخبه قويه في المجالس المحليه البلديه والولائيه.